وقعت الحكومة والنقابة التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم بالرباط محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش يأتي وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية خدمة للتلميذ والأسر المغربية. ووفقا للبلاغ، يتضمن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، كما تستهدف توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين. هذا اتفاق تاريخي جد مهم في الميدان ديال التعليم. اليوم يمكننا نقولوا بان كاين واحد الاتفاق باش ننهيو هذا الشيء ديال المتعاقدين، وغادي نمشيو نحو النظام ديال الاساسي ديال التعليم اللي هو موحد لجميع العاملين بهذا القطاع اللي تم الاتفاق عليه، وكذلك انه اتفقنا معهم على امكانيات لتطوير المهنه ولتطوير كذلك لا سيتياسيون ديال الاساتذه والاطر اللي كتشتغل في هذا الميدان بواحد ان شاء الله باش نتابعوا معهم الامكانيات اللي غادي يمكن تكون عندهم موجوده باش قطاع ديال التعليم تكون فيه واحد الجاذبيه ويكون فيه واحد الاستثمار. فبغيناه يكون قطاع اللي هو مهني بروفيسيونيل اللي يعطي واحد المضوديه، وهذا المضوديه عندها الثمن ديالها، وحنا الحمد لله انه بفضل النقاش والحوار اللي كان منذ سنه والحكومه نهار اللي جات قالت بانه غادي نديروا من هذا الموضوع موضوع اولويه، ومن الثلاث شهور الاولى بدات النقاش وبدات الحوار، واليوم توصلنا النتيجه اللي غادي تخلينا نشتغلوا على الاقل في ثلاثه سنوات ولا اربع سنوات المقبله بارتياح، ونبداو يعني تنزيل ديال المنظومه ديال التعليم كما المغاربه بغاوها لاولادهم، اللي تكون فيها جاذبيه وتكون فيها يعني واحد العدد ديال يعني نمكنوا الاطفال ديالنا باش يعني يكون عندهم واحد لي زوتي بيداغوجيك احسن، يكون عندهم دراسه احسن، يتفتحوا على الميدان ديالهم لا بالنسبه ديال الرياضه ولا الثقافه ولا الطبيه ولا واحد العدد ديال المسائل، ولكن كيبقى الاستاذ يعني العنصر البشري هو اهم حاجه، يعني هو اهم ما يمكننا نعملوا به ونعتنيوا به باش يكون ان شاء الله هذا التطور اللي بغيناه في ليدوكاسيون في التعليم.